صباح الخير مشاهدينا في كل مكان، لسه مع حضراتكم في هذا الصباح وبنكمل اخبارنا الصباحيه. وفي العاصمه الامريكيه واشنطن وطبعا حرائق هاواي البشعه مع الاسف، وطبعا ده من تغيرات المناخ اللي يعني ليها تغيرات في هذا التوقيت غير معتاده وبشكل بشع جدا بتجتاح كل العالم. وطبعا حرائق هاواي وضحاياها اللي بلغوا اكثر من 110 شخص وتشريد الاف الاشخاص من هاواي. ومن هنا اصدر الرئيس الامريكي جو بايدن في العاصمه الامريكيه واشنطن قرارات بتخصيص مساعدات اتحاديه اضافيه لولايه هاواي بعد طبعا حرائق الغابات الواسعه واللي تسببت في دمار هائل جدا في الولايه بشكل كبير. رجال الإطفاء في جزر الكناري الإسبانية الواقعة في المحيط الهادي بيواصلوا أيضا جهودهم للسيطرة على حرائق غابات كبيرة جدا في جزيرة تنريفا السياحية الإسبانية، واللي أجبرت آلاف الأشخاص أيضا على إخلاء منازلهم. الحكومة أفادت هناك أنه تم إجلاء نحو 3000 شخص وصدرت أوامر لحوالي 4000 آخرين بالبقاء في منازلهم بسبب رداءة الهواء. طبعا بعد الحرائق الهواء كله بيكون ملوث وصعب جدا بيكون التنفس فيه، غير انه مليء بثاني اكسيد الكربون. ويعني طبعا كل ده بتجتاح العالم تغيرات المناخيه الحقيقه واثارها الكبيره جدا بتجتاح العالم بشكل غير معتاد وبشكل راديكالي جدا احنا مش معتادين عليه. وكل الخبراء الحقيقه بيقولوا ان دي مجرد بروفا او مجرد بدايه لما قد يحدث فيما بعد من جراء التغيرات المناخية. أكيد التغيرات المناخية مش بس بتدمر حياتنا، بتدمر يعني كل النظام الكوني لربنا سبحانه وتعالى، غير الطبيعة وحرائق وأعاصير وزي ما احنا شايفين وبراكين وزلازل، طبعا تغير في المحاصيل الزراعية. ومن هنا بنتكلم عن الأمن الغذائي للإنسان وتغيير نمط حياته، أمن غذائي، صعوبة التنفس، ثاني أكسيد الكربون اللي بيزيد في الهواء، وطبعا التغير وتلوث المياه في البحار والمحيطات، خاصة طبعا ذوبان الجليد اللي بينذر أيضا بكارثة كبيرة جدا. ومن هنا طبعا واحنا بنتكلم عن الطقس والمناخ لازم اكيد نتصل بدكتور العزيز دكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق. دكتور علي صباح الخير، تحياتنا لحضرتك. صباح النور، اهلا بيك يا استاذ. يعني دكتور يمكن تغيرات راديكالية جدا احنا مش معتادين عليها في فصل الصيف، حرائق غابات عصير، يعني في ألمانيا هطول أمطار أيضا غزيرة، ومن يومين حركة الطيران في مطار فرانكفورت توقفت تقريبا تماما. يعني نظام الحياة كله بيتلخبط وبسبب طبعا التغيرات المناخية، فياريت حضرتك طمنا الأول على الطقس وعلق لنا على ما يحدث أيضا عالميا. الحقيقة احنا طبعا في الثلث الأخير من فصل الصيف بالنسبة لنصف الكرة الشمالي اللي احنا موقعنا الجغرافي واوروبا ومعظم دول العالم في امريكا وكندا، فبالتاكيد جينا جمهوريه مصر العربيه لان في تحسن في الاحوال الجويه عن شهر اغسطس وبقى لنا فتره عن شهر يوليو، يوليو كان صعب جدا. وبالتالي في كميات من السحب بتظهر على المناطق الشماليه كلها حتى القاهره الكبرى، دي بتبقى مؤشر للتحسن في الاحوال الجويه لان دي بقى كتل هوائيه قادمه من جنوب القاره الاوروبيه. جنوب القاره الاوروبيه بتبدا فيها الامطار من منتصف اغسطس، ولكن الامطار اللي بتبقى موجوده بسببين،
اما ان هي بيبقى في منخفض جوي وفي رطوبه نسبيه عاليه جدا على سطح الارض وكتله هوائيه بارده في طبقات الجو العليا، فبيحصل تبخر كبير لما يحدث من هذه السحب فبتسقط معها امطار. واما ان يكون هناك كتله هوائيه بارده وبدات تاثر على المنطقه اللي موجوده فبيتكون سحب وتسقط معها امطار. اذا السخونه او البروده الشديده بيكون لهم فرص سقوط امطار. بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه التحسن موجود، درجات حراره حول المعدلات الطبيعيه ليها، الطقس بيكون مائل للحراره الرطب خلال ساعات النهار على المناطق الشماليه، وقت الظهيره بيكون حار على القاهره الكبرى وشديد الحراره في جنوب الصعيد. ليلا الطقس بيكون معتدل على اغلب الانحاء، الشبوره المائيه الظاهره مؤثره على الطرق هذه الفتره بسبب ارتفاع نسبه الرطوبه، يعني في تحسن في درجات الحراره لكن الرطوبه النسبيه بتبقى مرتفعه. ارتفاع نسبه الرطوبه النسبيه بيؤدي الى تكون الشبوره المائيه على الطرق ودي بتبقى مؤثره في مدى انخفاض الرؤيه الافقيه. اما بالنسبه لاوروبا وما يحدث في العالم ده جزء منه هنقول 50% طبيعي بالنسبه لهذا التوقيت من السنه و50% بسبب التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه بتعمل تطرف في الظواهر الجويه، بتخلي في مناطق مطيره ومطريه وفي مناطق بتتصحر فيها. اذا ربما من المناطق المطريه اللي بتحدث فيها امطار نتيجه لقربها من المناطق القطبيه، وبالتالي بتبقى الكتل الهوائيه اللي في طبقات الجو العليا قريبه من سطح الارض فتبقى كتل هوائيه شديده البروده فبتاثر. ومن هنا هنلاقي ان في اوروبا هيبقى في الفتره القادمه امطار غزيره ورعديه وبتكون قويه جدا نتيجه للمنخفضات الجويه اللي موجوده، ومناطق هتبقى فيها ودي المناطق المدنيه معظمها والصحراويه مش هيبقى فيها امطار. لكن برضو مش بالضروره، ليه؟ احنا بنعتمد في حاله الطقس على توزيعات الضغط الجوي. يعني على سبيل المثال الفتره دي فتره موسميه، يعني ايه موسميه؟ يعني نلاقي ان مثلا السودان يعني اليوم وغدا هيكون عليها امطار غزيره ورعديه ممكن تسبب فيضانات وسيول عارمه في منطقه السودان. لان الناس حسب الموقع الجغرافي في هضبه الحبشه بتسقط عليها امطار والسودان ايضا، فدي بترفع منسوب النيل. فاحيانا لما بيكون في حاجه زي كده بتبقى فيها شيء ايجابي، ولكن مش بالنسبه للبلد يبقى شيء ايجابي ان هيؤدي الى ارتفاع منسوب النيل عندنا، لكن في نفس الوقت بيسبب فيضانات واضرار كبيره جدا على دوله السودان الشقيقه. نلاقي مثلا ان في المانيا زي ما حضرتك اشرتي وسويسرا هيبقى لها امطار غزيره جدا بسبب المنخفض الجوي اللي هو قادم في المناطق المحيطه. دي كانت ثلج كمان من قبلها باسبوع او اسبوعين تقريبا يا دكتور. برضو ما هو الثلج ده يا استاذ حنان نتيجه ان ما بيلحقش الهواء يبرد. يعني ايه ما بيلحقش الهواء؟ يعني هي كتله شديده البروده في طبقات الجو العليا قريبه من سطح الارض، فلما بتنزل بكميات ثلجيه كبيره جدا، وده بيبقى نتيجه البروده الشديده في السوبر كولد ووتر او درجه الحراره للمياه اللي موجوده في طبقات الجو العليا. فدي امور طبيعيه مرتبطه بتغير مناخي ايضا ومرتبطه بالفتره الزمنيه اللي احنا بنعيشها. احنا داخلين على موسم خريف، وموسم الخريف ممكن يكون اشد في الظواهر الجويه لما يحدث على اوروبا تحديدا وامريكا. اذا هي ظواهر مرتبطه بالخريف زي ما حضرتك ذكرت دكتور، وظواهر اخرى مرتبطه بالتغيرات المناخيه. دكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق، شكرا جزيلا لك، يوم سعيد ان شاء الله ومن غير تقلبات جويه يا رب ان شاء الله. ربنا يحمي مصر والإنسانية كلها. ونكمل أخبارنا مع حضراتكم، وخلينا نروح للأردن وتطوع معلمة الموسيقى وإزاي الموسيقى بتغير في حياة الإنسان وبتأثر قد كده في الأطفال وفي الحالات خاصة في الحالات الخاصة للأطفال. من هنا بتهتم معلمة الموسيقى الأردنية ديما سويدان بإقامة حفلات وأنشطة موسيقية كبيرة لمجموعة من الأطفال وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، إيمانا بالفعل بأن الموسيقى
بتغير بشكل إيجابي وبتأثر بشكل إيجابي في حياتهم. من هنا بتجلس الفنانة الأردنية ديما سويدان، وزي ما احنا شايفين في بتعمل سيركل أو دايرة مع الأطفال وبتلعب معاهم، بتعلمهم الموسيقى باعتبارها أداة للعلاج، وبتتخصص دكتور سويدان في العلاج بالموسيقى أيضا، وبتنسق مع مبادرات مختلفة عشان تصل للمستحقين وكمان تلحقهم بأنشطة اجتماعية. بتشوف أن الموسيقى هي أهم فن من الفنون اللي يمكن أنها يعني تحدث فيها تدخلات للحالات العلاجية للأطفال، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحديدا طبعا أطفال التوحد. بتضيف كمان انها من اكتر الفنون اللي بتؤدي لنتائج فورية وليها اثر جميل جدا عليهم، ده اكيد. وديما بتوضح ان الموسيقى بتمنح الاطفال طاقة ايجابية، بتفيد تطورهم وبتحسن نطقهم للكلمات، وبتكتسب بتخليهم يكتسبوا كلمات جديدة، كمان بتساعدهم على تحسين سلوكياتهم، ومن هنا بتعمل workshops او ورش عمل للمعلمين والفنانين عشان تعلموا الموسيقى اللي ممكن يستخدموها كأداة للتغلب على التوتر، وازاي ممكن يستعملوها ويستغلوها فعلا في علاج حالات زي ما هي كمان بتستغلها لعلاج هذه الحالات، لانه طبعا مثبت علميا بدراسات كبيرة جدا ان الموسيقى أداة فاعلة في العلاجات. ومن الأردن نروح للبنان، وشرب العازر بيدور في الشوارع في لبنان على قطعة خشب مناسبة، ولكن علشان يتعكز عليها يعملها عكاز ويتعكز عليها، وبيفتكر ذكرياته مع جده الراحل اللي بتربطه بذكريات جميلة، طبعا خاصة بعصات المشي اللي كان بيستعملها، لكن هو بيفتكر دايما الصوت اللي كان بيصدر عن هذه العصا كلما صعد جده الدرج، وده أكيد كلنا ممكن بنفتكر ذكريات عن أجدادنا بالشكل ده، بيستلهم الفكرة من الذكريات دي. وقرر شيربل من هنا انه يبدأ في صنع عصا خاصة للمشي والتنزه، او عصا خاصة. بتبدأ عملية التصنيع من الغابة، بيقضي ساعات طويلة طبعا انه يختار الخشب المناسب لصناعة هذه العصيان لاستخدامها في طبعا هذه الصناعة. الخطوة الاخيرة بتتضمن نقش وطلاء العصا واضافة لمسة فريدة على كل واحدة منها عشان تكون بشكل مختلف، وازاي برضو بيقوم بنقشها بشكل مختلف. وهو قام الحقيقة شرب العازر صنع حوالي 150 عصا من بدايته في 2015، وبيبيع بعضها وبيشكل الآخر بناء على طلبات بتكون طبعا مسبقة من الزبائن، بخلاف اللي بيبيعه هو بيصر ان مجموعته الشخصية ليست معروضة للبيع اطلاقا، يعني هو عامل مجموعة خاصة به هو وليست مخصصة للبيع. واحنا في الشام نعدي على فلسطين، والفلسطينيين بيستمتعوا بجميع اعمارهم اثناء جلوسهم على المقاعد، بيستمتعوا بإطارات السيارات والصخور والتلال الرملية، بيشاهدوا أفلام على شاشة كبيرة في حدث نادر على شاطئ غزة. الحقيقة شعب جبار، شعب فلسطين، ربنا يديله القوة دايما من الحروب والدمار اللي بيعيشوا، لكن بيحاولوا ان هم احيانا يستمتعوا بحياتهم على الرغم من كل المرار اللي هم والقسوة اللي بيشوفوها من الاحتلال، وخصوصا طبعا في هذه الأيام وعملية التصعيد. والعرض اللي بيقام في أحد المقاهي بيروج لقضايا ثقافية وتاريخية. قائمة الأفلام طبعا اللي بتعرض في الأوبن إير أو الهواء الطلق زي ما احنا شايفين، فيها أفلام كوميدية طبعا للأطفال، وبتبقى ليهم تجربة جديدة الحقيقة لمشاهدة أفلام على شاشة كبيرة، ومن ده من وقت طبعا إغلاق آخر دار عرض في القطاع قبل 30 سنة،
وكتير منهم طبعا يعني نفسهم يشوفوا سينما، لان 30 سنه ده يعني ده جيل كامل تقريبا، فما شافش ما عاش تجربه انه يعيش سينما. فتجربه انه يعيش سينما في اوبن اير او في صالات مفتوحه او اماكن مفتوحه كده تجربه هايله. السينما كانت منتعشه ذات يوم في غزه في ظل توافد الفلسطينيين لمشاهده الافلام العربيه والغربيه والاسيويه، لكن دور السينما الحقيقه احرقت في الانتفاضه الاولى سنه 87، ثم أحرقت مرة أخرى سنة 96 خلال موجة من العنف الداخلي، وأصبحت آخر دور العرض مهجورة من فترة طويلة. وفكر علي مهنا وهو مخرج واحد من اللي بيعرضوا الأفلام في دور العرض من خلال مبادرة بيقدمها مع مجموعة من أصدقائه للصندوق الثقافي التابع لوزارة الثقافة، فكر في أنه يعمل سينما مفتوحة زي ما احنا شايفين كده، خصوصا للأطفال الأبرياء دول اللي هم يتفرجوا ويستمتعوا زي أطفال آخرين في بلاد تانية، يتفرجوا على أفلام أطفال أفلام كرتون يستمتعوا بالجو ده، لأن كتير من الناس طبعا بيروحوا الأماكن دي خصوصا في فصل الصيف. ورغم تمكن سكان غزة من أنهم يروحوا لعروض الأفلام اللي بتقام في الأماكن المفتوحة دي أو في المسارح وأماكن أخرى، لكن مشاهدة الأفلام اللي بتعرض على مدى عدة أسابيع في المكان وفي الأماكن المفتوحة دي طبعا بتعد متعة كبيرة جدا ونادرة جدا. موجات الحر في إسبانيا و من فلسطين نروح تاني لإسبانيا وموجات الحر اللي بتجتاح العالم كله وخاصة في أوروبا وشمال أفريقيا وشمال أمريكا، ودوبان الجليد على جبالها، ومن هنا البحر طبعا بيسارع باختفاء أكبر نهر جليدي في منطقة جيال البريني أو الأنيتو. لقطات أظهرت باحثون من معهد للبيئة هناك في إسبانيا، وكشفوا أن النهر الجليدي بلغ حوالي ثلثي مساحة سطحه بين سنة 81 و 2022. الباحثون بيروا أن ما يحدث في جبال البرانس هو التأكيد لما يحدث أو سيحدث أنه لجبال الألب في بعض العقود، حيث يتوقع أنه في غضون 10 سنوات كحد أقصى مش هيكون في تسمية الأنيتو بأنه نهر جليدي خلاص، لأنه هيكون يعني زي ما بنقول داب خلاص زي ما متوقع لكتير من جبال الثلوج أنها تدوب في الفترة القادمة بسبب التغيرات المناخية. ومن إسبانيا لألمانيا، ومعركة كرة الثلج في أعلى جبل في ألمانيا ومستمرة رغم درجات الحرارة المرتفعة اللي بتشهدها أغلب أنحاء قارة أوروبا. بيعتبر أعلى جبل في ألمانيا نهر جليدي، ولم يبقى منه سوى جزئين صغيرين، أيضا ده بسبب ذوبان جبال الجليد. درجات الحرارة في العالم كله بشكل راديكالي جدا وذوبان الجليد، ولكن في متعة اللعب على الثلج رغم كل ده. طيب في اليابان وسط درجة الحرارة المرتفعة مبيعات الزهور وخصوصا الزهور الاصطناعية بتزدهر جدا في اليابان في هذا التوقيت، ولكن الزهور المجمدة في كتل من الجليد. افتتحت شركة بطوكيو ستوديو أزهار الجليد بعدما أدى وباء كوفيد 19 لانخفاض مبيعات أعمالها التجارية الرئيسية لبيع الجليد بالجملة. دفعها ده للبحث عن طرق جديدة لاستخدام الجليد، ورئيس الشركة بيقول إن العملاء اللي بيعتمد معظمهم على الإنترنت بيشتروا الزهور الاصطناعية المجمدة دي عشان يقدموها كهدايا لمناسبات زي أعياد الميلاد والأعياد السنوية عيد الأم، وأضاف إن الثلج بيذوب في نهاية المطاف ولكن المشتري هيترك مع الزهور وأجزاء أخرى من المنتج للاحتفاظ بها كزينة.
يعني بعد ما شكلها بيكون الحقيقة شكلها ما أروع، يعني هي الزهور نفسها والورد نفسه أكيد بتكون أحلى هدية، وخصوصا لو في تلج، حتى لو داب التلج لكن هتفضل الورود بعد كده ومعناها الجميل. ومن اليابان للبرازيل، والعلماء هناك بيعتقدوا انه ممكن يكون في مفتاح فهم سلاحف الديناصورات والتيروسورات، وطبعا العثور على الحفريات او البحث عن الحفريات ده يعني ما زال بيمثل متعة كبيرة لكتير من الباحثين. وتم العثور على حفرية حيوان يدعى فينوتورا بروترور، وده من قبل العالم البرازيلي او من قبل العالم البرازيلي رودريجو موليرين في الجزء الاوسط من ولايه ريو جراندي روديسول. ووفقا للعالم ده فبتعطي الاحفوره لاول مره بتعطي لمحه عن شكل وجوه واجسام كائنات الديناصورات الاوليه. العلماء علماء الحفريات بيعتقدوا ان هذا الديناصور ما قبل التاريخ كان بطول متر واحد وطوله متر، وعاش تقريبا من 230 مليون سنة، 230 مليون سنة وتقريبا طوله متر واحد. وما زال البحث دايما مستمر عن عالم الديناصورات وعالم ما قبل الإنسان ووقت العصر الطباشيري والديناصورات. تغيرات الطقس والمناخ خلاص انتهت بيها اخبارنا الصباحيه، او في هذا الجزء من هذا الصباح مشاهدينا، جولتنا الصباحيه مع حضراتكم ولسه معاكم في هذا الصباح. لكن خلينا نروح لموجز الاخبار بعد الفاصل مع محمد عاطف، وبعده نكمل هذا الصباح مع حضراتكم.